ليكم كلشي بخير، كي دايرين مع البرد؟ حنا عندنا الموت هنايا يعني، واخا كتبان ليكم تيبان ليكم هنا الضو شر محلو ديال الكوزينه، ولكن راه عندنا السم. واخا كتبان شميشه ولكن عندنا السم. اليوم هذا النهار ان شاء الله انايا صايمه، الله يتقبل ليا وللجميع. غادي نصوب الحريره ان شاء الله، بغيت نفطر بيها. توحشت شحال هذا ما درتها. المهم هنايا انا عندي في مونينيكس طحنت الربيع مع البصله مع الماء. الربيع اللي غادي نستعملو انا طحنته مع بصله صغيره، المهم على حسب الكميه اللي عندكم نتوما وشحال باغي نديرو. انا رمادي شلنا هاد الكوكو تاعي صغيره، ماشي شي كوكوت اللي كبيره، يعني الكميه ديال الربيع على حسب الكميه ديالكم نتوما شحال باغي نديرو. انا طحنت هنايا الربيع ومع الدنوس وشويه الكرافس وبصله صغيره مع شويه ديال الماء، طحنتهم مزيان. وغادي نزيد طريفات ديال اللحم كيف ما كتشوفوا، المهم على حساب اختياري، اللي ما عندوش ما يديروش. غادي نزيد العدس اللي هو كنت مرطبه غسلته مزيان، نزيد حتى الحمص هو كنت مرطبة الحمص هو اللي كنت مرطبة. المهم الكمية على حساب، انا قلت لكم انا عزيز عليا الحريرة تكون ثقيلة شوية ماشي خفيفة، المهم كنبغي الحمص والعدس يكون فيها، وانا كنزيد فيها حتى شوية ديال الفول يعجبني. الفول كيف ما كتشوفوا حتى هو غسلته، غنزيد واحد شويه. هاد الفول راه ملي كيطيب كيتفتت لينا وكيعقد لينا حتى الحريره، يعني كتقال، يعني تقدري ما ديريش فيها حتى داك الدقيق. شي مره انا ما كنديروش داك الدقيق والماء اللي كيتقال لينا الحريره، ما كنديروش مع الفول لانه كيتفتت وهو تيتقال. الا كنت كنزيد كنزيد غير شي معلقه ديال الدقيق مع شويه ديال الماء وصافي. كل واحد وطريقته في الحريره، انا عارفه كاع المغربيه تبارك الله راه كيديروا الحريره. المهم انا بغيت نشارك معكم غير طريقتي وصافي. المهم كنزيدو هنايا الفلفل الاسود بصار، كنزيدو شويه عسكين شويه كيف ما كتشوفوا. نزيد الخرقوم والكركم، وغادي نزيدو شويه ديال الزيت نباتيه هم على حساب. وغادي نزيد حتى شويه ديال السمن حتى هو تيبقى اختياري، كاين اللي ما كيبغيش. الحق انا كيعجبني بزاف تيبان الحريره. ونمشي شويه بحال هكا وصافي، المهم هو تيبان لينا الحريره. ماشي حار ماشي حار، صافي فيه غير الريحة. المهم صافي، انا دابا غادي نسد على الكوكوت ديالي حتى يطيب ليا اللحم. غادي نشعل عليها، نقلي شويه، نقلي العناصر كامله نشعل عليها صافي. وغادي نسد عليها واحد نص ساعة تيطيب لينا اللحم ديالنا، يطيب لينا. وديك الساعة غادي نزيد عليها مطيشة اللي غادي نكون انا دابا غادي نقيها وغادي نطحنها، اولا تطحنوها بالقشور ديالها، مهم ليكم الاختيار.
اللي غنسد انايا على الكوكوت ديالي باش حتى طيب ليا حتى يطيب ليا اللحم. انا غناخد واحد 4 مطيشات حتى 5 كيف ما كتشوفو، متوسطين ماشي صغيورين وماشي ماشي كبار. على حساب، انا تنقول لكم دائما على حساب الكميه اللي نتوما دايرين. انا عندي هنا 4 مطيشات، غادي نغسلتهم مزيان وغادي نطحنهم في مورينيكس بالقشره ديالهم مع شويه ديال الماء، وحتى يطيب ليا اللحم ديالي عاد غادي نزيد مطيشه هنايا في كوكوت. المهم واحد الملاحظه، الملحه انا راني ما نسيتهاش، يقدر تقدر شي وحده تقول لي راكي نسيتي الملحه ما درتيهاش. راني درتها، طحنتها مع الربيع ومع الدنوس، نسيت ما قلتهاش لكم. ومطيشه ملي كنبغي نطحنها راه كنحيد ليها الزريعه كيف ما كتشوفوا، تنحيد ليها الزريعه هي الاولى وعاد كنقطعها وكنطحنها في مولينيكس. المهم كيف ما كتشوفوا من بعد ما طاب لينا، دابا هي انا طفيت عليها غير 20 دقيقه، راه طاب يعني الحمص ديالنا راه طاب واللحم راني قلبته. المهم دابا غادي نزيد عليه ديك المطيشه اللي طحنت مع الماء الكافي نيت اللي غادي يقدمنا صافي، وعاود غنخليها تغلى واحد 10 دقائق. المهم مرة نحركو ونخليها دابا هي تغلى مزيان، وغادي نمشي نوجد الدقيق ديالي مع الماء باش غادي نسقلها شوية، ما غنديرش بزاف راه كما كتشوفوا الحريرة مع داك الفول راه ما بقاش نهائيا، راه تيذوب كيف ما كتشوفوا، ما كاينش دابا الفول كاع. انا غنزيد غير واحد المعيلقة، غادي نحركها مع شوية ديال الماء ومطيشة ديال الحب كيف ما تقولوا في المغرب. عندي هاد النوع هنايا غادي ندير منه. المهم دابا غادي نبدا من بعد ما غليت ليا الحريره ديالي ملي رميت مطيشه، دابا غادي ندير الشعريه صافي، وغادي نبقى نحرك حتى طيب ليا هاد الشعريه حتى هي صافي، وغادي نرمي الدقيق اللي انا خلطته دقيق مع شويه الماء باش تشوفوا، ودرت معاه حتى مطيشه ديال الحك صافي، وخلطتهم مزيان غادي نخليهم على جنب حتى تطيب لينا شويه الشعريه صافي. نبقاو هكا بالتحريك دابا، ما صافي ما كنغطيهاش، كنبقى غير نحرك صافي. غادي نصبر غير شويه على الشعريه ديالي حتى تطيب، وغادي ندير الدقيق والماء. المهم دابا غنزيد الخليط ديالي اللي درت ديال الدقيق والماء، المهم على حساب الشكوليه اللي بغيتو نتوما ديال الحريره، راه انا غنزيد غير شويه، وزدت فيها معها قلتها المطيشه ديال الحك حتى هي زدتها. المهم صافي ما غاديش نزيد، لان قلت لكم راه الفول كيتفتت وكيخثر لينا تيخسر لينا الحريره، وهو كيجي حسن وصحي على هاد الدقيق. يعني راه معلقه كبيره راه بقاليه منها يعني بركه صافي. هذا الجهد صافي، دابا غادي نخلي غير هاد الدقيق ديالنا اللي درنا حتى هو يطيب مزيان مع التحريك صافي، ومن بعد غادي نطفي عليها. نبقى على هاد الطريقه، دابا ضروري بانكم تبقاو تحركوا، لان راه الحريره كتعرفوا انها كتلصق لتحت وكتبدا تحرق ليكم، الا ما ضروري خاصكم تبقاو تحركوا، خاصكم تبقاو واقفين حداها، يعني هي راه تتوجد لينا بالزربه، وهاد الوقيته ضروري انك تبقاي واقفه حدا الحريره انك كتحركي فيها. المهم بهاد الطريقه حتى طيب لينا. المهم البنات الحريره ديالنا هي هذه وجدات، جات في وقتها، ريحتها عاطيه ريحه السمن، ونيت الوقت نيت قرب، دابا هي باقا شي 2 دقائق ويأذن ان شاء الله. المهم الحريره ديالي هي هذه، تتمنى تنال الاعجاب ديالكم، صحيه فيها الفول، انا دائما كندير فيها الفول، راه شي مرات ما كنديرش ليها الدقيق نهائيا، يعني داك الفول كيعوض لينا الدقيق اللي هو اصلا فورا صحي كيف ما كتعرفوا. يعني الحريره كتجي غنيه مزيان، فيها الحمص فيها العدس فيها
فيها الفول، فيها الكراس، فيها الربيع، كيف ما شفتوا معايا، كيف ما كتوجد اي سيدة مغربية كتوجد الحريرة ديالها. المهم هذا هي الحريرة ديالي كيف ما كتشوفوا، قدمت معاها شوية ديال التمر والشريحة وشوية ديال البيض، ونعمر واحد البريد ديالتي، والله يجعل البركة. مبقى ليا الا نقول لكم سلام عليكم.